Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقعد فين اقعد فين انا كده تمام مكمل انت اوكي هو اللي كان واقف قبلي ازاي كان عارف يتعامل مع الضوء ده انا راجل بتاع كاميرا بس يعني مش بتاع مسرح وكده اهلا بيكم للي ما يعرفنيش انا احمد نجم يوتيوبر مصري ولسه مصور حلقه مع ابو نانسي ما عارفش اعرفه ابو نانسي او لا بس اللي هو بتاع سلطه الفواكه ايوه مبروك عليكم كلكم تحيه لابو نانسي ومطبق وتعبان والطريق كان طويل قوي بس زي ما ضحكتوا برضه مع احمد خيري صح؟ ستاند اب كوميدي انا بحب الستاند اب كوميدي قوي يعني اتفرج على جورج عزمي وناس مجموعه اجانب ملاحده كده بيقولوا افيهات حلوه الصراحه بس انا يعني هتكلم اكتر عن حاجات شخصيه لو مش ممانعين ان احنا نتكلم في حتت زي كده يعني ونفسيه و يعني مش تنميه بشريه عشان اغلبكم ممكن يكون يعني قلقان من حته التنميه البشريه دي سمعتوا فيها حاجات كتير بس انا هحكي برضو بتجاربي الشخصيه وباي مثلا معلومه الواحد خدها من حياته طبعا 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 انا بالنسبه لكم تقريبا بومر صح ولا احنا في سن بعض تمام يعني ماشي هما كانوا قايلين لي ان في سبجكت بتاع الايفنت نفسه طبعا انا مبسوط قوي ان انا في تيدكس ماشي مبدئيا يعني شكرا جدا يا شباب انتوا نقلتوني هنا دي حاجه ده حلم اي كونتنت كريتور عامه بيحاول يقدم رساله او فيديو رياكت بس موضوع الايفنت كان عن كنترول زي اللي هو ان انت تعمل في حياتك لاعمالك كنترول زي ترجع مثلا عملت خطوه تقدمت خطوه قدرت تقوم بمثلا انجاز كبير في حياتك بس حسيت ان ده هيرجعك او حسيت ان انت مش متوافق مع الشخص او مع الناس او مع اي حد حواليك تضطر ان انت تندم تحس بالشعور بتاع الندم اللي هو يا ريتني ما عملت ده بس انا بشوف دايما ان حته الكنترول زي دي ما ينفعش تبقى موجوده في حياتك كبني ادم ما ينفعش اجي اعمل حاجه واخد قرار مثلا او اختار اختيار وفجاه الاقي نفسي بقول يا ريتني عملت كذا او انا ليه عملت كذا ده مش هيودينا لحاجه انا ملاحظ ان بعد التنميه البشريه دي في رجوله عماله تهرب بس هي مش تنميه بشريه حقيقه لان انا مش بتاع تنميه بشريه انا راجل بضحك كده بس قدام الكاميرا مش في المسرح الصراحه يعني انا اول مره موضوع مش اول مره بس يعني مش واخد على اني اقدم حاجه كوميديه وكده هو مفيش هو كل البلوتات حاجات يعني تقيله شويه ما ينفعش حتى نحكيها بس هقول او هتكلم عن حته ان انا ازاي ابدا يعني انا دلوقتي مثلا مراهق وبلاقي ان عندي وقت كتير عندي سن كبير قوي لسه هعيش وبتاع فما بشيلش هم الوقت والوقت ده دايما بيبقى الحاجه الوحيده اللي بتكتب بيها حياتك يعني انت اتولدت وعشت وهكذا عشان اللحظه اللي انت بتعيشها دلوقتي اللي هي زي مثلا اللحظه اللي احنا فيها اللحظه اللي بعدها وهكذا ده عرفته متأخر قوي يعني انا كنت عايش بنفس النمط ده لحد ما استوعبت في الاخر ان لا ده في ساعة وعمر ودنيا وانت داخل على حاجة وانت مش عارف ايه انا مش بكئبكوا ماشي انتوا لسه قدامكوا عمر طويل ان شاء الله بما فيهم انا مش بومر يعني قصيت شعري بقت يعني شاب الى حد ما ف حتة ان انا هو ينفع اتحرك ولا الاطار دي اتحرك عادي حته ان انا يعني اسيب نفسي للدنيا كده ويلا زي ما تيجي دي وحشه قوي هتوديك لحته انت مش هتقبلها ولا هتحس انك يعني راضي عن نفسك بعدين الصح دايما
انك تشوف حاجه اللي قلبك بيناديلك بي بي بيقولك فكره مثلا جت في دماغك. الفكره دي هي الصح، هي دي الحاجه اللي انت لازم تفرض يعني تتبعها لحد اخر الطريق. ليه تعمل كده؟ لان لو انت من الافكار بقى يعني انت الفكره جات لك فبعدها بشويه فكره تانية جات لك فبعدها لا انا عايز اعمل كذا، لا انا عايز اهتم بدراستي، لا انا عايز وهكذا. كل واحد على حسب بيته، على حسب تفكيره، على حسب تربيته وهكذا. ممكن اغلبكم تقريبا انا سمعت يعني ان انتوا اغلبكم نردات، ده حقيقي مش كده؟ طب الحمد لله ان انتوا زي يعني على الله حكايتكم صح؟ طيب فلما بتيجي تختار الحاجه اللي انت، فنفترض مثلا جمباز، انا عايز العب جمباز، انا حاسس ان انا موهوب فيه، جسمي مساعدني ان انا العب جمباز، ايا كان بقى الجمباز ده ممكن يكون اي حاجه. الحاجه دي لو انت حطيت كل تفكيرك فيها، الكلام ده ممكن يكون ستيريوتايب تنميه بشريه برضه بس انا مش بس انت لو حطيت دماغك في الحاجه دي، حطيت مجهودك، حطيت وقتك، قدرت قدر الامكان توفر له كل حاجه المجال ده عايزه منك، انت هتوصل للي انت عايزه. مفيش بقى كل المطبات اللي هتقابلها هتبقى بالنسبه لك سهله. عكس لما تكون بتلعب الجمباز مثلا وعايز تجيب جريد حلوه مثلا في الايه؟ في الثانويه. دي مصيبه. لا لازم تركز في حاجه واحده. في حد يقول لا انا بعمل كذا وكذا، لا دايما الحاجه الواحده اللي انت هتختارها، الحاجه الواحده دي هي اللي يعني هتميزك عن غيرك، هتخليك فعلا شايف نفسك ناجح. شايف طبعا الكلام مش ليا لان انا جربت حاجات كتير قوي ورحت واخترت وهكذا، عشان كده يعني جاي من بعد المرمطه دي كلها بقول لكم على حته اختار حاجه واحده. ممكن تكون كويس في كذا حاجه بس اختار الحاجه الواحده دي، حط مجهودك كله فيها. لو حطيت فعلا مجهودك كله فيها خلاص مفيش حاجه. انا بقول لك المطبات نفسها اللي انت هتقابلها مش هتبقى بنفس المستوى اللي انت هتقابلها بيها لو انت مختار كذا حاجه. ماشي؟ فلنفترض انت اخترت حاجه وقلت لك ان انت ندمت عليها ووصلت المرحلة كده اللي هو انا عرفان من نفسي، هو انا ليه في النقطة الصفر، ليه برجع لكذا، ليه بعيد نفس اللي انا كنت عملته من مش عارف ايه وهكذا. دي حاجة ما ينفعش تتضايق منها نهائي. ده زي عملية تطهير ليك من جوه، بتنظف نفسك، بتنظف افكارك زي المديتيشن كده. عارفين الناس المانكس دول؟ حد يعرف المانكس بتوع البودا؟ ده زي المديتيشن، زي الصلاه. احنا عندنا كمسلمين اعتقد اغلبكم برضو عندنا في الصلاه، الصلاه دي برضو تعتبر مديتيشن. بتعمل ايه؟ هي ليها حاجات كتير، ليها فوائد كتير قوي، بس ايه يعني الهدف اللي فعلا ملموس؟ او يعني بتخليك تخلي افكارك كده تبعدها، تشيل كل الافكار الوحشه، الافكار اللي مالهاش لازمه في الحركتين ثلاثة اللي انت بتعمله لربنا مثلا. ف حتة ان انت تشيل الافكار الوحشة دي اهم من انك تفضل حابس كل الحاجات دي في مخك وكأباك وعامل لك زي سحابة سودة كده قرفاك، مستني بس حاجة ايه تخرجك بقى، مستني حاجة تتبعت لك، مستني مش عارف ايه. ده كله مش هيوديك لأي حاجة نهائي، هيخليك في نفس النقطة اللي أنا اتكلمت عليها اللي هي نقطة الصفر. نقطة الصفر دي مهما عملت وأنت حاشر نفسك في كذا حاجة وشاغل بالك بمش عارف إيه، إحنا عندنا لما بنبقى مراهقين تعرفين كأولاد مثلا بنروح لإيه أول حاجة، وبعض البنات برضو عادي، وبنخش بقى في حتة إن إحنا أنبياء يعني أغلبنا كأولاد، مش هقول متوحدين او اي حاجه، بس اللي هو فعلا حاسس ان هو وحيد في العالم الايه الكبير ده اللي مش فاهمه، وايه اللي ابويا وامي وخالتي وعمتي والشارع والمدرسه والقرف وبتاع. بغض النظر عن السوشيال ميديا دلوقتي وضحت حاجات كتيره، وانا مش فاهم الجيل الجديد ده يعني ازاي بيتعامل، بس بجد
يعني الله يكون في عونه، لان هو بيوعى على حاجات كتير قوي ملخبطه. ممكن بلاش تعال ماشي صح سمعتك. ف كان صعب، مش متعودين ان انا اتكلم بجد صح. انا عارف دي، بس يعني بالظبط يعني زي ما بجيب مثلا ضيف عندي بدل ما بيعمل الحاجات اللي انتم متعودين تشوفوها منه، زي مثلا كونانسي اللي ذكرت اسمه من شويه، لا هو بيجي معايا بيحكي حاجات جانب بقى اخر، جانب جواني. فهو ده الجانب اللي بحكيه معاكم، لان انا عندي مثلا في الشانل مش عارف انزل اقول لهم انت تقدر او انت صح هتوصل، مش عارف ايه، مش هينفع كانت الحاجات دي. طبعا الفيديو هيجيب 10,000 ديسلايك والكومنتس طبعا كلها ما ترجع يا نجم تعمل ردودك. فين من الريفيو والحاجات بقى، كونتنت معين كنت بعمله. فانا بتكلم هنا في ده لان اللي عرفته ان انتوا اغلبكم طلبه، والوقت ده وقت مهم قوي انا ما حصلتش بيه. انا اتمرمطت من بعد الاعداديه على طول، كان في ثوره في البلد، كان في حاجات كتيره بقى انت بتوعى عليها مختلفه تماما عن الجيل اللي قبلك. بعدها قدرت اخلص الثانويه بعد مده طويله لان سافرت وجيت في حتت كتير قوي، وشغل برضو حاجات يعني مرمطتني شويه، فرجعت يا دوب خدت الشهاده ووقفت. فانا مش عارف احساس طالب الجامعه ايه، ما بعرفش ريليت ليه. عشان كده دايما زمان مثلا كنت اخد فيديوهات كان يبان ان انا شخص هوملس، دقن وشعره لايق وهو كده، كان منظري صعب ويعني انا عارف. بس دي كانت مرحله، واللي قبلها كانت مرحله، واللي انا فيها دلوقتي برضو مرحله، واللي جايه كمان سنتين ثلاثه مرحله. ايه اللي بيحصل في الفترات دي كلها؟ انا دلوقتي 26 سنه وانا مش مستوعب نهائي ان انا وصلت للرقم ده. الرقم ده صعب قوي عليا ان انا استوعبه. ولما توصلوا كل اللي موجودين دول، لما توصلوا له هتحسوا بنفس الاحساس. لان احنا دايما، فنفترض اي حد مثلا هنا 18 سنه بيفكر ان هو لما يوصل ل 25 سنه ان هو هيبقى كذا وكذا وعنده كذا ومأمن نفسه من كذا ومش عارف ايه، وسبع سنين دي فتره طويله وبتاع. بس هي لا، هي مش فتره طويله نهائي، هي انت ما بتحسش بيها. ليه؟ لان انت ما عشتش اللحظه. الوقت اللي انت فيه دلوقتي ده اللي لازم تستغله. تستغله في ايه؟ في كل حاجه. بس على الاقل على الاقل تسيب حاجه كده قدامك، حاجه واحده هي دي اللي تفضل بتنمي فيها، بتغذي فيها، بتقوي فيها. ليه اعمل كده؟ عشان تضمن نفسك في الحياه والمجتمع، وتخلي اهلك فخورين بيك، وتعرف تلاقي بنت الحلال او انت تعرفي تلاقي ابن الحلال، وتوصل للمرحله بتاعه اللي هو السلام النفسي المؤقت برضه، عشان انت متجوزه هيطلع برضه. فلما توصل لمرحله السلام النفسي في حته 25 دي، ده حاجه يعني انت كده انجزت انجاز ما يعني واحد من مليون. ومش بتكلم يعني كلام وخلاص، لا دي حقيقه. لان اغلبنا كبشر بنوصل يعني لل 60، انا ما وصلتش لسه 60، بس بنوصل لل 60 عن تجارب ناس ثانيه، وما بنبقاش عارفين هو احنا بنعمل ايه هنا. بنتساءل كده عن الموضوع كبير على فكره، حته ان انا اسال نفسي وانا كبير قوي عجوز، او عندي عيال صغيره او مش عيال صغيره، عندي عيال في اعدادي وثانوي مثلا اهالينا وكده، ويقعد كده مع نفسه. ما انت ما بتسالش ابوك ولا بتسال امك، فيقعد كده مع نفسه، هو انا ايه اللي عملته ده؟ فعلا بيسال نفسه السؤال ده. ما تفتكرش ان هو خلاص متجوز ومخلف هو بابا ومش عارف، لا، الراجل ده بيقعد مع نفسه وبيتساءل هو ايه اللي عمله في حياته ده؟ فاحنا هنعمل زيه، ما تقلقوش، يعني احنا هنعمل زيه الا اذا خدنا الحاجه الواحده دي ركزنا فيها. انا مثلا حلو في الماس، انا شاطر في الماس، فاجي اعمل ايه؟ اجي انمي حاجات كتيره في الماس، واشتغل بالحاجه دي، واكون صداقات، وادخل المجتمع بتاع الحاجه دي على طول. افضل اغذي، افضل انمي، افضل بوش ناحيه ايه؟ ناحيه الحاجه الواحده دي. ليه؟ عشان ترتاح لما تكبر، ما تبقاش تايه، ما
ما تبقاش مش عارف وانا موضوع صحابي ولا دول. بغض النظر عن بنات بيلاقوا صحابهم من هم صغيرين بيفضلوا معاهم ما اعرفش لحد امتى. ما بيحصلش؟ بيحصل. بشوف دايما بنات يعني مع بعض بقى. الا اذا بقى مشاكل بس مش عايزين نسبق في ضحك وهزار. ف دايما بتفضل حاسس الاحساس بتاع التوهان. انا تايه، انا مش عارف اعمل ايه. ف هدفنا من الحياة دي هو ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه، نبقى واثقين من اللي احنا بنعمله، نبقى حاسين من جوانا كده بان الحمد لله انا حاسس ان انا تمام. في مشاكل مش عارف بس انا تمام. انا تمام دي مش اي حد بيحسها. يعني انا الحمد لله تمام ساعات وساعات عادي، بس ايا كان اللي بيحصل تمام. تمام دي بتخليك يعني ماسك نفسك قادر تكمل، مش عايز مش هتلجأ لحتة ان انا اسند على ده واسند على ده واحاول اقرب من ده وشخصيتي تبقى قليلة جنب ده ومش عارف ايه. لا، بيبقى ليك شخصية، بيبقى ليك مكانة، بيبقى ليك تأثير على اللي حواليك، سواء اهلك سواء صحابك سواء الانسان المرتبط بيها اللي خطبتها خلاص او وبتبدأ في مرحلة نضوج مهمة قوي. بس بلاش نتكلم عنها عشان لسه دي قدام، خلينا في الحتة المهمة اللي انتوا يعني اغلبنا فيها او رايح لها، الا وهي اختار. هل اختار عن طريق الكلية؟ اختار عن طريق الكلية، ليه لا؟ حاول تخش الحتة اللي انت عايزها. انا مثلا عايز اخش هندسة الديكور، حاول تخش هندسة الديكور او حاول تخش هندسة الديكور ونمي فيها. انا يعني اهتمي قوي، ما تسيبيهاش كده اللي هو يلا الكلية يلا مش عارف ايه يلا هعمل كذا يلا كذا. لا، نمي فيها لحد ما بإذن الله هتلاقي نفسك في الحتة دي، هتبقي واثقة من نفسك في حتات كتيرة، وهيبقى ليكي شخصية، هيبقى ليكي تأثير، هيبقى هتجدي الاتنشن اللي انت محتاجاه فعلا او اللي انت محتاجه فعلا من الناس. كلنا عايزين ده، كلنا عايزين حتة الاتنشن من الناس، الفاليديشن، التقدير. كلنا عايزين دي. ليه عايزينها؟ لان احنا اتولدنا زي غريزة حتة الاتنشن دي، الفاليديشن، احنا اتولدنا بيها غصب عننا. لو احنا بنعمل انجازات مثلا مع نفسنا، طلعنا جبل مع نفسنا، انا مزهر، انت يعني انت كده مبسوط جوه نفسك، طب ما انت مستني ترجع عشان تقول فلان فلان ده انا طلعت جبل كذا وعملت كذا وسويت كذا. ودلوقتي طبعا من النت وصور وموبايلات بتاخد صور وانت رايح المكان وانت طلعت خلاص وهكذا وهكذا وهكذا. ف احنا محتاجين التقدير ده. وفي اي مجال، لو فين هنلاقي الحلوة؟ لو في حتة مقدسة قوي وكويسة قوي ونظيفة قوي باين من بره كده هنلاقي فيها الوحش. كلها ناس حلوة، لا، هنلاقي فيها الوحش. حتة بنت 60 70 انت فيها كذا كذا كذا، لا مؤاخذة البشارة عليك، حتة كذا 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 هنلاقي فيها برضو الحلو، هنخرج منها الناس الكويسة. فإياك لما تيجي تيأس تحس انك انت الوحيد الصح والباقي كله ولاد 60 70، لا، ما احناش كده، مش كلنا كده، كلنا واحد وكلنا فينا الحلو وفينا الوحش، وفي ناس حلوه وفي ناس وحشه. مش عايزين نرغي يعني في الحته دي كتير، بس اديكم فهمتوا نقطه ان انت مش لوحدك. الشخص اللي انت فاكره وحش ده هو حس نفس احساسك، هو حس نفس الحته بتاعت الناس دي كلها وهكذا وهكذا. والسوشيال ميديا قربت الحته دي، بقى في ميمز، بقى في صور مثلا بكوتس، بقى في مش عارف ايه، بتشارك على طول الحاجه دي، بتعملها شيء. ليه؟ لان احنا فعلا كلنا حاسين نفس الحاجه دي. اي نعم، دي ليها كوميونتي ودي ليها كوميونتي ودي ليها كوميونتي، بس احنا فعلا حاسين بنفس الاحاسيس دي بس بمراحل معينه. بشوف مثلا واحده بتقول لي كذا كذا كذا، ولا واحد بيقول لي انا حاسس معايا كذا كذا وحاسس بكذا ومش عارف ايه. ما دي مرحله،
بس انا هل ينفع اروح اقول لك ان دي مرحله؟ لا للاسف لما اجي اقول لك حاجه زي كده اللي انت هتعمله تلقائي ان انت مش هتاخد بكلام، انت عايز حد يداديك ويديك الاتنشن مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ليه؟ لان ده اللي احنا عايزينه من ساعه بقى ما احنا بنحنا اطفال، احنا اطفال واحنا دايما حابين الاتنشن، ما عرفناش نجيب الاتنشن ونقعد نعيط وحاجات غريبه قوي الاطفال بتعملها. انا كده شبه احمد خيري دلوقتي الستاند اب كوميديان، صح؟ حاجات الاطفال واحنا صغيرين بنحتاج الاتنشن ده، مش الفاليديشن بقى، ما نعرفش احنا صغيرين، وهكذا وهكذا. بدانا بقى سن المراهقه وبدانا نستوعب الحاجات دي كلها، فبنحتاجه، بنبقى عايزين الناس كلها تبص لنا البصه بتاعت انت شخص يعني حلو، احنا بنبقى عايزينها بس من بعيد كده، مش عايزين حد يقول الله ايه الحلاوه دي، لا احنا عايزين بس من بعيد كده التقدير. انا عملت كذا انا هقدرك. فلما باجي اخد التقدير او بتيجي تاخدي التقدير بتحس فعلا بانك انسانه ليها تاثير، انسانه مهمه، انسانه كذا، انسانه كذا. انا عايز انا ما اعرفش التوك ينفع نشارك جمهور او كده. لا هو احنا ما ينفعش ماشي. عامه نبقى نخش على انستجرام ولا حاجه الناس يعني اللي عندي اوريدي، ولو عايزين تتكلموا في الحته دي انا ما عنديش مشكله. يعني انا بحاول بقدر الامكان ببقى عايز اتكلم في حاجات زي كده، نقط معينه انا مش قاري فيها كتير او مش عارف فيها حاجات ممكن يعني اعرف بيها اقول اللي انا عايز اوضحه للشخص الفلاني، بس هحاول بقدر الامكان اخرج الحاجه اللي هو اقدر اساعد بيها ولو بحاجه بسيطه قوي. ليه ده؟ عشان يعني كلنا لازم نساعد بعض، ده اللي انا مؤمن بيه، اي حد لازم يساعد التاني. وتقريبا احنا قربنا نخلص التوك، ف انا اسف على التاخير برضه. ماشي شباب، يا رب تكونوا كلكم كويسين، ويا رب تعرفوا اللي انتوا عايزينه وتركزوا في الحاجه الواحده دي وتوصلوا باذن الله للحاجات الحلوه اللي انا وصلت لها.